الصهر ربنا يقول لنا في القرآن الكريم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وإيه؟ صهر. النسب اللي من الدم، ذرية الإنسان من الدم بتاعته، ده العلاقة علاقة النسب. أما المصاهرة اللي هي علاقة الزواج، فأهل الزوجة بالنسبة للزوج أصهار. الحمى سواء الرجل أو المرأة، إخوات الزوجة هؤلاء أصهار الزوج، وأهل الزوج بالنسبة للزوجة أصهار. فالصهر هو الأهل سواء من ناحية الزوج أو من ناحية الزوج. إكرام هؤلاء الأصهار إن الزوج يكرم أصهاره والزوجة تكرم أصهارها من أخلاق الإسلام العالي، وهي دليل على حسن المروءة وعلى حسن الأدب. ومن الأسباب التي تؤدي لتقوية العلاقة والعشرة بين الزوجين، لأنه ما دام هناك أدب واحترام وتعامل طيب من كلا الزوجين لكلا الأصهار من الناحيتين، بالله عليك ده بيخلي الحياة الأسرية إيه؟ قوية ومتينة. والعكس صحيح، قد تتأثر العلاقة الزوجية بسبب فساد العلاقة بين الزوج وأصهاره، أو بين الزوجة ومين؟ وأصهاره. ممكن تتأثر، وقد تؤدي في بعض الحال إلى انفساخ الحياة الزوجية. ولذلك الإكرام لكلا الأهلين اللي هم الأصهار للزوج وللزوجة خلق إسلامي وسبب لإقامة العشرة ومتانتها وتوطيد العلاقة بين الزوجين وبعضهم البعض.